لو لبست ايه الاخفه دلوقتي وقلت لي 24 ساعه معاك ممكن اقعد 24 ساعه افكر اصلا. اهلا واضح خالد كمال. كلهم الصغ شريف. احكي لي بقى القصه من الاول. وايه اللي ودك هناك؟ اكتر موقف غريب انه في حد جه وقفني وقال لي ان هو بيحب متابع اعمالي وبيحب شغلي جدا وانه شايف ان انا موهبه كبيره، وبعد كده تطرق لعمل معين يعني بالنسبه له دي اهم حاجه انا عملتها يعني، فطلع عمل انا ما كنتش شغال فيه، وبعد كده راح قايل اسم، قال لي هو مش حضرتك الاستاذ فلان الفلاني؟ قال اسم زميل تاني مش انا برضو. فطبعا انا ما كنتش قادر اصدق الصدفه، وقفني وعارف اعمالي وما اعرفش اسمي ويعني اتلخبط في كل حاجه. اكتر حاجه مجنونه عملتها في حياتي، عملت حاجات مجنونه كتير جدا. عملت هايكنج قبل كده بشبشب بفليب فلوب، وكنت في لحظه كده مع اصدقائي وماشيين وفجاه سخنوا هيطلعوا يعني في مكان ما كده هايكنج، فكان قدامي اختيار يا اما اطلع اكمل معاهم يا اما ارجع بقى على البيت، فطلعت عملت هايكنج بالفليب فلوب. اكتر حاجه غريبه حصلت لي في التصوير، كنت بصور مسلسل وكنت جاي من قبليها من تصوير تاني، ولما خلصت التصوير استأذنتهم يعني ان انا هنام شويه قبل ما اروح لان انا كنت تعبان، فنمت لحد ما هم شخصيا مشوا ونسيوني في اللوكيشن والعمال صحوني وروحت. اكتر نصيحه اقدر اقولها للناس يعني من خلال خبراتي في الحياه انه ما تنصحش حد. بس انا لا صايع ولا بتاع ربع الحاجات دي، انا طول عمري بلبس بس. اكتر حاجات بحب اعملها لما اكون لوحدي اني اسمع مزيكا واني اقرا واني العب رياضه واني اتصل بالناس اللي بحبها. اكتر حاجه ممكن توترني الالحاح، الزن. شكرا واضح.